يا محمد هذا حرمان الفقيرات الموسيقية العريقة عرقة مدينة المشايخ سيرطة، بداية من أول جوق وهو فرقة نسائية تأسس قبل قرابة قرن من الزمن تحت تسمية جوق الكحلة ثم جوق البقرات وصولا إلى جوق البنوتات مع الفنانة زهور الفرقاني، طابع معرض اليوم للاندثار بمدينته. كومانيش أنا اللي محافظ عليه وحاكم خدمة الفقيرات، يعني الفقيرات انت وانا مساكن ماتوا القدم راحوا ربي يرحمهم، وشكون اللي قعدوا قعدتنا هادو يعني من جهة الفقيرات قعد الجوق تاعي انا وقعدت جميلة الفقيرة وجماعتها في الفقيرات الاولين القدم انت انا تاع قسنطينة سيبيان جوق الكحلة، وهذا جوق الكحلة لا قبل ولا بعده، وهو اللي خرج الفقيرات في قسنطينة كاملة، هو الجوق الاول تاع قسنطينة. هاي قدامك الرايسة من فوق لفاطمة الفقيرة الله يرحمها، الرايسة بنت قارة بغلي كانت امها الله يرحمها، كيف ماتت امها ولات هي ومرت خوها، بعد هي بقيد الحياة زادت ولات بنت خوها اللي هي ما زالت حية ربي يعيشها عتيقة انت انا بنت بابا عبيد اي الله يبارك في 98 سنة، راهي باركة يعني راهي سيمبول تاع الفن، او مازال محطوط في الدار حاطينها كيما تحبي تحطي حاجه هكا تاع الجوهر ولا حويجه تاع الدب وتحطيها في قلب قطن هكاك، هي سلالة الفقيرات نون سيلمو بعتيقه هذه اللي نهضر لك عليها، ها وباباها بابا عبيد مع سي عمر شقلب، ها وين هو باباها، هذا هو الشيخ نتاع المالوف ثاني جواوقي كبير، سي لو متر نتاع الحاج فرقاني الله يرحمه، سي 100 متر، وهذا باب تحبي تقولي باب عبيد هذا يسمى مو فقيره واخته فقيره ومرت خوه فقيره ودوكا بنته اللي راهي عايشه في عمرها 98 سنه، الجوق نتاع الفقيرات هذا تعيدي تاعهم تنديرهم من 1930، وجوق وكاين جوق اخر يقولوا له جوق البقرات، جوق البقرات هذا كان في صباط البوشيبي في السويقه في دار خروطو دار قايد الرحبة، وهادو دار خروطو هما نقمتهم خروطو يعيطوا لهم دار قايد الرحبة، عائلة فنية تاني سيتون فامي تاع المالوف، عائلة فنية وصحاب مالوف من الكبير للصغير، والعلي هذا تاع الفقيرات اللي كان لاصق فيهم في صباط البوشيبي يقولوا له جوق البقرات، هادو هما الزوج فقيرات الجواق اللي كانوا في قسنطينة، وبصح كان معاهم جوق واحد اخر، وشكون الجوق؟ جوق البنوتات، ها هي ويني وراك نواغي بلون، هذا الكادر اللي نواغي بلون يقولوا له جوق البنوتات، جوق اللي خدو جا بنت العيساني، الوقت اللي توفات هي وماتت ولات في بلاصتها الحاجه زهور بنت الفرقاني، هادو هما الجوق تاع قسنطين، هادو القدم، هادو القدم تاع لي زاني 40 و 50، جوق الكحله خلفوهم ماليه بعدا قعد جوق الكحله، جوق البقرات خلفوه بناتهم زوج كي ماتوا البنات خلفوه الجماعه اللي كانوا يخدموا فيه، خلفتو هذه لا زهيره بنت السقني، خلفتو لا غنوجه هذه الفقيره، الجواق الجماعه اللي كانوا يخدموا في الجوق هما اللي خلفوا الجوق، جاوا الجواق، جات لا قمره الله يرحمها بنت بالفرطاس، جوق بالفرطاس، جا الجوق نتاع جميله الفقيره اللي كنت نهضر لك عليها، جا الجوق نتاع هاجيره الله يرحمها ربي يرحمها حبيبتنا هاجيره الفقيره. الطبوع الموسيقيه بقسنطينه تزيد عن ست، هي المالوف، البنوتات، المسمعات، التنمود العيساوي، الوصفان، وكذا الفقيرات، لكل منها ادواتها الموسيقيه. انا دخلت في الفن هذا تاع الفقيرات في عمري 5 سنين وانا في قلب الفقيرات، هادو جوق الكحله بعدا اللي راكي تشوفي فيه مربي عندهم ها هنا من الفوق، الاج دو 13 درت الجوق، والله 13 سنه جيتي مينور داخل في 14 سنه، اليوم طلعي الحساب اني في عمري 53 سنه، كاين المالوف، كاين الفقيرات، كاين البنوتات، كاين التلمود العيساوي،
انا ما نقولش عيساوه باسكو عيساوه تعذر كادو ولاو جروب يا جروب باسكو التلمود العيساوي بكري كان تلمود واحد فريد على يقولوا لهم الخوان عيساوه يعني خوان في الطريقه هذيك خوان في هذيك الطريقه عندك الخوان وعندك بكري كانوا الفقيرات والبنوتات وكانوا المسمعات المسمعات انونسيلمون مي الوصفان كاينه دار هوسه دار برنو دار بحري ثلث ديار تاع الوصفان في قسنطينة بنادر ها معروفين بالبنادر والطيران فقيرات بكري كانوا في ستة علاه باسكو علاه سيدي دي سيدي سيدي فيي دام عجايز كبارات ثم كانوا في ستة ثلاثة يزرعوا وثلاثة يخمسوا الرايسة قادرة تلقيها طرارة تضرب الطار ولا قادرة تلقيها بنادرية هاو في الجوق الكحلة الرايسة الله فاطمة تضرب الطار في الجوق نتاع البقرات كانت اللي يمينة ولا فاطمة اللي يمينة رايسة واختها رايسة اللي يمينة تضرب البندير واختها تضرب الطار لا فاطمة الله يرحمها عتيقة نتاع بنت باب عبيد هاي رايسة بصح تخدم بالبندير بصح تخدمهم للزوج تخدم الطار والبندير باسكو علاه تخدم بالبندير هاي هنا مصورة باسكو عندها الطرارة هاي هنا مصورة بالكشطار صفرة هاي قدامها الطرارة تاعها تسمى لا با بيزوان تضرب الطار هي اللي تضرب البندير باسكو هي اللي تخرج طبوع الفقيرات عديدة على غرار الفزاعي الغربي الجريدي الدرز الحضاري وكذا الرومية النصوص تاع الفقيرات كاين الغربي علي بهواك يا الخير ويقول بينا علي مغروب هو عندهم الفزائي فزائي واللي صنع اخرى سلكني ساعتك يا دمير المؤمنين يا جيجه الزايرين وانا يا عليك الارض وعليك القاف الله الله يا ربي وعليك القاف كلش على ربي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حق الانبياء والاولياء كاين بار اكزومبل نقولوا شيخ الزواوي يا مولا دار السبيل سيف وجزم بار اكزومبل ها يا مولا دار السبيل سيف وجزم في مزمود عوي سجن بين الاخوان يا ونهر عوي بن حميد هذه في حق شيخ الزواوي الولياء والصالحين عندهم شوفي الفقيرات عندهم الغربي عندهم الفزاعي وعندهم الجريدي وعندهم الدرز وعندهم الحضاري وعندهم الرومي بصح هاد اللي سميتهم لك كل شغل يضرب فيه واحد المية المدحة ولا خمسين نعم ايه سولوا لباس الرايسة بجوق الفقيرات خاص للغاية بداية من الشاشية على الرأس وصولا لحلي متميزة هذه هي الشاشية هذه بكري كانوا يديروها تاع الدوم تاع الدوم كل يوم مولاتها عايشة بها واللي تروح بها للعراس كانت باللويز الشاشية يقولوا بالشاشية سلطاني باللويز سلطاني وبالعلاج لويز هذيك كي تعود رايحة للعراس تنحي هذه تاع الدوم وتحط هذيك مع محرمة الطاسة وتروح بها مزينة يقولوا لها الشاشية القسنطينية كاين بلدان من البلدان يتاجروا بها الله يعينهم ربي سهل عليهم كل هذا كيفاه جاتو خبزتو بصح حنا في قسنطينة كانوا عايشين بها أبي الفقيرات القديم قدم الفرق النسائية الفنية بمدينة تراث سيرتا ها هو اليوم معرض للزوال طالما أن الفنان مالك الفقيرات هو الوحيد المتشبث بمثل هذا الطابع الموسيقي منذ سنين